السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أرحب بكم من جديد على قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية. درس اليوم يخص العبارات والجمل الأكثر استخداما في الحياة اليومية وسنبدأ حالا مع أول جملة. أجد صعوبة في هضم منتجات الألبان أو أهضم بصعوبة منتجات الألبان. بالفرنسية سنقول

هنا جمله اخرى دفعت طبقها بعيدا بشمئزاز بالفرنسيه سنقول elle a repoussé son assiette avec dégoût elle a repoussé son assiette avec dégoût هنا استخدمنا الفعل غوبوسي دفع أو يدفع جاء مصرفا للماضي المركب لو باسي كومبوزي لدينا جملة أخرى لقد بسقت الحلوى بالفرنسية إلى غوكراشي لو بونبون إلى غوكراشي لو بونبون إلى غوكراشي لو بونبون هنا استخدمنا الفعل recracher يبصقو جاء مصرفا أيضا للماضي المركب لو passé composé لدينا جملة أخرى سكتوا كلهم لبعض الوقت بالفرنسية سنقول il se taise tous un moment il se taise tous un moment il se taise tous un moment هنا استعملنا الفعل se يسكت se جاء مصرفا للحاضر لو بريزون دو لانديكاتيف وهو فعل ضميري c'est un verbe pronominal وهنا اذكركم بتصريف هذا الفعل لزمن الحاضر لو فيرب سوتاير او بريزون دو لانديكاتيف

il s'amuse a faire des grimaces هنا استخدمنا الفعل s'amuser s'amuser هو ايضا فعل ضميري يستمتع او c'est un verbe pronominal جاء مصرفا للحاضر le présent de لدينا ايضا فعل faire يعمل الذي جاء في صيغته الاصليه a اذكركم هنا بتصريف فعل au présent de l'indicatif le verbe s'amuser au présent de l'indicatif on dit je m'amuse tu t'amuses il s'amuse nous nous amusons vous vous amusez il s'amuse taib jumla orla yebdauna bidoni sab il se met à rire sans raison. Il se met à rire sans raison. Il se met à rire sans raison. هنا fait « se mettre se mettre ال معنى الاول لهذا الفعل se mettre هو يضع هنا ولدينا ايضا الفعل غير يضحك الذي جاء في صيغته الاصليه بما انه جاء بعد لا préposition ا وساذكركم بسرعه بكيفيه تصريف الفعل se الذي هو ايضا فعل ضميري ان فيرب pronominal كيفيه تصريفه للحاضر لو بريزون دو لانديكاتيف Je me mets, tu te mets, il se met, nous nous mettons, vous vous mettez, ils se mettent. هنا جمله اخرى Je me suis heurté contre le mur. Je me suis heurté contre le mur.

Tu dois lâcher prise. Tu dois lâcher prise. هنا استخدمنا الفعل devoir الذي جاء مصرفا للحاضر ولدينا أيضا الفعل لاشي يترك الذي جاء في صيغته الأصلية أ لانفينيتيف لأنه طبقا للقاعدة التي تقول إذا جاء فعلين متتابعين فالثاني Yaprafisiratihi alaslia. Deux verbes qui se suivent, le deuxième se mettent à l'infinitif. Jamil, la dina jumla ograh, ahmakan bil faransiya. Je ne suis pas dupe. Je ne suis pas dupe. Je ne suis pas dupe. a la dina elfiel être, elle vit ja a le présent de l'indicatif. Je ne suis pas dupe. Jumla ukhra, il a rougi en entendant le compliment. Il a rougi en entendant le compliment. Il a rougi en entendant le compliment. rougir, جاء مصرفاً للماضي المركب لو passé كومبوزي لدينا ايضا هذه الصيغه الفعليه اون en entendant والتي تسمى في الفرنسيه لو و وهنا ساشرح لكم ما معنى او كيف تتعرفون على هذه الصيغه الفعليه لا فورم فيربال de on est appelé gérondif. إذا الصيغة الفعلية التي تنتهي ب ANT والتي يسبقها EN تسمى لو جيرونديف مثلا هنا en entendant يمكن تعويضها ب pendant qu'il entend بينما هو يسمع يمكن مثلا أن نترجم الجملة السابقة ب إحماض خجل وهو يسمع المجاملة أو بينما هو يسمع المجاملة وهنا آخر جملة معنا كنت فقط فضولية بشأنك بالفرنسية سنقول J'étais seulement curieuse à ton sujet J'étais seulement curieuse à ton sujet J'étais seulement curieuse à ton sujet هنا استخدمنا الفعل être الذي جاء مصرفاً للماضي الناقص أو لامبارفي وسأذكركم حالاً بكيفية تصريف هذا الفعل لهذا الزمن الورب être إتر تي j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. هنا نكون قد وصلنا لنهاية درس اليوم إن استفدتم منه لا تنسوا دعمنا بضغط زر الاعجاب دمتم بألف خير وإلى فيديو قادم مفيد بكل تأكيد إلى اللقاء